شكرا لك مصطفى. الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة، السادسة بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالبدء في التعاون مع مجموعة مرسك العالمية، وذلك لإنشاء شبكة وطنية متكاملة في مصر لإنتاج وتوزيع الطاقة الخضراء والوقود النظيف للسفن، وذلك اعتمادا على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة. جاء ذلك خلال استقبال الرئيس السيسي لرئيس مجموعة مارسك العالمية للنقل البحري سرينسكو بحضور الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، حيث استعرض رئيس مجموعة مارسك مخطط إنشاء مشروع لإنتاج الوقود النظيف للسفن في مصر بقيمة استثمارات 15 مليار دولار. وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع شهد أيضا مناقشة سبل تعزيز التعاون بين هيئة قناة السويس ومجموعة مارسك. أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي اعتزاز مصر بالروابط التاريخية الوثيقة التي تجمعها بالهند، وحرصها على تعزيز مجالات التعاون الثنائي خاصة العسكرية والدفاعية. وخلال استقباله لوزير الدفاع الهندي رانجاس سينغ بحضور وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، أعرب الرئيس السيسي عن التطلع لتفعيل الشراكة بين البلدين الصديقين بما يتناسب مع إمكاناتهما في كافة المجالات. وقال متحدث الرئاسة إن اللقاء شهد بحث سبل التعاون العسكري والأمني بين البلدين، خاصة ما يتعلق بالتعاون في التصنيع المشترك ونقل وتوطين التكنولوجيا بهدف استغلال الإمكانات والبنية التحتية المتاحة لدى البلدين، فضلا عن التعاون في مجال التدريب والتأهيل والتدريبات المشتركة وتبادل الخبرات والمعلومات. التقى وزير الخارجية سامح شكري مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكين، وذلك على هامش أعمال الشق الرفيع المستوى لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. وذكرت وزارة الخارجية في بيان أن اللقاء تناول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل. كما شهد اللقاء التأكيد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة باعتبارها ركيزة أساسية للأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا الاستعدادات الجارية لعقد الدورة 27 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ. التقى وزير الخارجية سامح شكري المبعوث الأمريكي لليمن تيم لندر كينغ بمقر بعثة مصر الدائمة لدى الأمم المتحدة بنيويورك. وأوضحت وزارة الخارجية أن اللقاء تناول مستجدات الوضع في اليمن، حيث استعرض شكري الجهود المصرية للإسهام في ترسيخ الهدنة التي توصلت إليها الأطراف اليمنية في شهر أبريل الماضي، مؤكدا استمرار مصر في دعم الأشقاء باليمن وبذل كافة الجهود بهدف تسوية الأزمة اليمنية وتخفيف الأعباء الإنسانية على الشعب اليمني. ناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي إنشاء بعثة للمساعدة العسكرية لأوكرانيا خلال اجتماع لهم بنيويورك. وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسية الأمنية جوزيب بوريل إن الاتحاد سيواصل استخدام آلية تمويل الأسلحة التابعة للاتحاد الأوروبي. وأشار بوريل إلى أن قرار تشكيل بعثة الاتحاد الأوروبي للمساعدة العسكرية لأوكرانيا يمكن اتخاذه في اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في أكتوبر المقبل. دعا وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين إلى إرساء سلام مستدام بين أرمينيا وأذربيجان، وخلال لقاء جمعه مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان للمرة الأولى منذ الاشتباكات الحدودية الأخيرة بينهما في نيويورك، قال بلينكين إن عدم وقوع أعمال عنف منذ أيام أمر مشجع، مشيرا إلى أن التوصل إلى التزام دبلوماسي قوي ومستدام هو السبيل الأفضل للجميع. أعلنت وزارة الدفاع التايوانية رصد 9 طائرات وخمس سفن تابعة للجيش الصيني في المنطقة المحيطة بها. وأشارت وزارة الدفاع التايوانية إلى أن القوات المسلحة راقبت الموقف واستجابت لهذه الأنشطة بطائرات في دورية جوية قتالية وسفن بحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية. انتهى موجز الثامنة، وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.